حاليا تقدمت قواتنا من صباح هذا اليوم من جنوب وغرب المدينة القديمة. تم تحرير تقريبا 30% من المنطقة. قتل البارحة ليلا 58 شخص تقريبا. اليوم تم قتل 22 شخص من الدواعش. ضرب 4 سيارات مفخخة. حاليا هو تم يعني هي المدينة القديمة كلها تم تطويقها بالكامل، لكن كجامع النوري لحد هسه ما وصلت له القوات العراقية.